الحضور ديالي هو واجب باش نحضروا نحتجوا على هذه المجازر اللي ارتكبها العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وباش نعبروا على الادانه ديالنا لها، وبكون راه ابشع ما يمكن يتصوروا الانسان هو اللي توقع حاليا في غزه. هذا ابسط عمل، حنا تنطلبوا اكثر، تنطلبوا باش تكون خطوات عمليه لدعم الشعب الفلسطيني سواء على المستوى الشعبي سواء على المستوى الرسمي. وحنا راه كمغاربه تاريخيا تنعتبروا القضيه الفلسطينيه قضيه وطن. الشعب الفلسطيني ما محتاج نعطيه انا الرساله، هو اللي تيعطينا الرسائل دروك، هو اللي تيعطينا العبار، لانه صامت. الحاجه اللي يمكن نقول هو راه حنا معاه دائما، والحوايج اللي يمكن نديروها راه غادي نقوموا بها. اما هو راه قد على المعركه ديالو، حنا اللي اش قادرين نديروا؟ المنظمه الدوليه تبين بانها مهيمن عليها ومسيطر عليها من طرف الامبرياليه ومن طرف القوى الرجعيه في العالم. حنا اللي تنتمناو هي المنظمه الحقوقيه استقط الضمير ديالها وتحيد التعامل بمكيالين، لان اسرائيل تتحاول دائما تقمص دور الضحيه، وهي اللي تتقول لك بانها يعتدى عليها، حين هي راه قوه مستعمره، قوه استيطانيه جات لهذاك الشعب واقتلعته من الارض ديالو باش تكون فيها. اذا اللي اهل التضامن واللي اهل ان نوقفوا الى جانبه هو الشعب الفلسطيني، وخص المستوطنين يمشيوا في حالاتهم ويخليوا ديك الارض لمالها. شكرا. هذه وقفه للتنديد بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، بحيث العالم اليوم يلاحظ العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني من تقتيل وتدمير واستهداف المنازل واستهداف الأطفال والشيوخ والنساء في ظل تطبيع الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني، وفي ظل الصمت المنتظم الدولي وتواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني. إذا الشعب الفلسطيني اليوم هو شعب أعزل، يواجه دولة عنصرية، يواجه الاحتلال بإيمان وبقناعة، ومعه الشعوب العربية وكل الشعوب تواقى الحرية في مختلف بقاع العالم للتنديد واستنكار هذه الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. ومطلوب من المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الحقوقية استنكار هذا الهجوم، ومطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق حول جرائم مرتكبة من طرف الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، من تقتيل ومن تدمير، وكل الحجج والأدلة تؤكد تورط الكيان الصهيوني في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ومطلوب ألا يبقى زعماء الكيان الصهيوني خارج مساءلة وخارج المحاسبة، لأن بقاءه خارج المحاسبة وخارج المساءلة يجعله يستمر في إجرامه ضد الشعب الفلسطيني. تعبر عن أن القضية الفلسطينية هي في وجدان كل مغربي ومغربية. لا يمكن أن ننسى على أن فلسطين هي قضية أساسية لكل مواطن مغربي، ونحن منذ خلقنا ونحن مع القضية الفلسطينية في السراء والضراء، ونحن ندين ونستجيب كل الاعتداءات الصهيونية على الشعب الأعزل الشعب الفلسطيني. فإسرائيل تمتلك من الترسانة ومن القوة ما لا يضاهيها أحد في استعمال القوة والإفراط في القوة في شعب كما قلت أعزل، وهو الشعب الفلسطيني الذي لا يمتلك سوى أن ندعمه وأن نفضح هذا الفعل الصهيوني الغاشم الذي أسقط مئات ومئات ديال الضحايا، بل أقول آلاف ضحايا عبر التاريخ، عبر تاريخ ممتد من 67 من إلا والشعب الفلسطيني يقدم يوميا شهداء ديالو. ونحن كمغاربة ندين بشدة هاد الهجمات الشرسة على الشعب الأعزل الشعب الفلسطينيين. وأقول بفخر واعتزاز كمغربي، نحن كلنا فلسطين، كلنا فلسطين، والنصر إن شاء الله قادم قادم، والويل والطبور لكل المتخاذلين الذين باعوا فلسطين وباعوا الشعب، والنصر إن شاء الله قادم قادم. وشكرا. وتنعتقد بأن الحضور ديالي هو جزء من حضور عدد من فعاليات مراكش؟ أنت كتشوف عدد من مثقفي هذه المدينة وأدبائها ومبدعيها وفنانيها يحضرون بيننا هذا الشكل،
هذا استجابة طبيعية، ماشي لإطارات محلية. وخا كل الإطارات التي دعت لهذا الشكل النضالي هي إطارات محترمة، ولكنه استجابة للوجدان الفلسطيني. والمغاربة اللي دار فيهم الله هو هذا، منذ كنا ونحن نتفاعل بالكثير من الأخوة والتضامن مع أشقائنا في فلسطين، ومدام القمع والغطرسة الصهيونية والغطرسة الإسرائيلية وآلة القتل الإسرائيلية مازال الآن تنشب مخالبها في أعناق أشقائنا هناك، غنبقاو دائما على الأقل، وهذا أضعف الإيمان، أن نلتئم لكي نتضامن معهم. ندب في موقف تضامني بسيط، نسمع بشكل حضاري أصواتنا ونقول بأننا نرفض كل ذلك القتل، ونرفض تلك الهمجية، ونرفض إرهاب الدولة التي تمارسه إسرائيل ضد العزل الفلسطينيين وضد غزة، اللي أنت كتشوف كيف تقصف ببشاعة وتقتل ببشاعة وتهدم ببشاعة. العلاقة الفلسطينية المغربية كانت دائما متميزة، وحقيقة راه المشكلة هو الوجدان ديالنا تربى على فلسطين، وبالتضامن ديالنا مع فلسطين كان ثابت من ثوابت سياسة هذا البلد، كان ثابت ما تتناقش، ما عمرو خضع للنقاش، ما عمرو خضع للحسابات السياسية الضيقة، كان ثابتا. واعتقد بأنه اليوم ها هو بان الآن بعد ما يحصل من بشاعة في غزة ومن قتل منهج، أنت كتلاحظ كيفاش كل ردود أفعالنا قاعدة وقيادة كلها كانت لصالح فلسطين. يعني عودنا رجعنا النقطة الأساسية، اللي هي أن فلسطين في القلب وأننا مع فلسطين دائماً.